ولو أرخيت الستور ولو أغلقت الأبواب، فالله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. حري بك يا من فتنت بمطالعة المواقع المحرمة، حري بك يا من ابتليت بمشاهدة الصور الخبيثة، حري بك أن تتذكر أن الله يراك، وابتعد عن هذه المصائب والمعايب. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا تظن أنك تغاب عن عين الله، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام قال يا محمد أخبرني عن عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا إله إلا الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.